طبعا دلوقتي نشوف أداة بتسهل عليا إن أنا أعمل الفيلم بتاعت الفاونديشن. فهاجي هنا أقول له نيو وأختار فاميلي وأختار ستراكشر فاونديشن وأقول له أوبن، وأجي هنا أقول له أنا عايز أعمل الفاونديشن وأقول له ده مثلا خليها 4000 وده 4000 وده خليها مثلا 400 الارتفاع، ومثلا خلي ده مثلا خليها مثلا 3000 وده خلي ده 400. اقول له اوكي هيبدأ يعملها لي بالشكل دوت.